يا صباح الخير والسعادة والتفاؤل وراحة البال، يا رب جميعا تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهاردة بقى مش وصفة قد ما هو فكرة، لان اكيد طبعا كلنا بنعرف نعمل المكرونة، بس الفكرة بقى او طريقة المكرونة بتاعت النهاردة مختلفة وسريعة شوية عن الطريقة التقليدية بقى للمكرونة اللي بالصوص الاحمر. بدل ما نسلق المكرونة لوحدها ونعمل الصلصة لوحدها، لا الفكرة بقى بتاعت النهاردة سهلة جدا وبسيطة وكله مع بعضه كده في حلة واحدة بدون مبالغة كده، مش هتاخد معاكي اكتر من 10 دقايق. بس خليني اكون صريحة، رغم ان انا كنت مستغربة الفكرة شوية، بس طلع طعمها حلو، يمكن احلى من الطريقة التقليدية بكتير، لان المكرونة بتتسلق مع مكونات كتير، فاكيد طبعا بتاخد من طعمها بيكون طعمها حلو جدا. تنفع بقى للغدا لو انت مستعجله، ممكن تعملي جنبها شويه بطاطس كده او بيض مسلوق وبس على كده. تنفع لو انت كسلانه او تعبانه، تنفع جدا بقى الجوع اخر الليل. فتعالوا بقى نشوف المكرونه الحلوه قوي جدا دي عملناها ازاي. بس لو سمحت قبل ما نبدا الفيديو، عايزه افكرك يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ازاي. اول حاجه كده في الوصفه دي تقدري تستخدمي اي نوع مكرونه انت بتفضليه، بس انا علشان اولادي بقى للاسف مدمنين المكرونه دي وبس، فانا هستخدم المكرونه الاسباجيتي. انا استخدمت كيس من المكرونه وزنه 400 جرام، وحطيت عليه ايه بقى، حطيت عليه طماطمتين كده يكون حجمهم وسط، وقطعتهم لقطع صغيره جدا، وكمان بصلايه يكون حجمها صغير، وكمان قطعتها لقطع صغيره جدا، وقطع صغيره بقى من الفلفل الاخضر الرومي او الحار، عندك فلفل الوان حطي برده هيكون حلو جدا. معلقه كبيره مليانه من هريسه الفلفل الاحمر الحلو او الحار، ده طبعا لو عندك، انا عملتها معاكم قبل كده. وفصين اتنين بس من التوم يكونوا مهروسين، وتلات معالق كبار بس كده من الزيت، بس ده علشان المكرونه تكون مفلفله كده وبتلمع وشكلها حلو. ومعلقتين كبار كده مليانين من صلصه الطماطم. طيب لو انت ما عندكيش صلصه هتعملي ايه؟ يبقى هتزودي الطماطم اللي احنا قطعناها لقطع صغيره، علشان بس الطماطم تعمل معاكي صوص احمر. وكمان حطيت مكعب من المرقه، وده اختياري، لو عايزه تستغني عنه مفيش مشكله، بس هو بيفرق جدا في طعم المكرونه. وملح طبعا حسب الرغبه، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره مليانه من البابريكا، وانا كمان بحب احط عليها معلقه كبيره مليانه من الزعتر علشان اخدها لطعم المكرونه الايطالي شويه. وبس كده يا ستي، وهي دي كل المكونات اللي احنا هنحتاجها في المكرونه بتاعت النهارده، سهله جدا وبسيطه. هحط بقى المكرونه دي على النار، والنار في البدايه كده تكون متوسطه، وبعدين هنزل عليها بالميه السخنه، ومقدار الميه هنا مهم جدا جدا علشان المكرونه ما تطلعش معاكي معجنه. طيب هنحط ميه قد ايه؟ بعد ما تحطي الميه السخنه وتقلبي المكونات كده كلها مع بعض، وكل المكونات تاخد وضعها كده في الحله، يبقى الميه هتكون فوق ارتفاع المكرونه بس بحاجه بسيطه، علشان المكرونه ما تعجنش معاكي، يعني يا دوب الميه تكون مغطيه المكرونه بس بحاجه بسيطه. وفي البدايه كده هنسيب المكرونه على نار متوسطه لغايه لما الميه دي تبدا تغلي. زي ما انت شايفه كده الميه بدات تغلي، وكمان مغطيه المكرونه بحاجه بسيطه. هغطيها وهسيبها على نار متوسطه اول 5 دقائق كده، وده كان شكل المكرونه بعد 5 دقائق. بديها تقليبه كده علشان تفلفل وما تلزقش في بعض، وبعد ما اقلبها تقليبتين كده هرجع اغطي عليها تاني، بس هسيبها على نار تكون اقل من المتوسطه حاجه بسيطه، وهسيبها بقى تكمل التسويه بتاعتها، هتاخد من 5 ل7 دقائق كده. اهم حاجه ان انت تتابعيها، لان هي فعلا ما بتاخدش وقت خالص، يعني زي ما نكون بنسلق المكرونه كده اكيد ما بتاخدش معانا اكتر من 7 8 دقائق، ده بالكتير قوي يعني. وانا بتابعها في التسويه، علشان كده قلت لكم لازم مع المتابعه، لقيتها ان هي خلاص هتشرب الميه بتاعتها، بس ناقص على التسويه حاجه بسيطه، فزودتها حاجه بسيطه تاني من الميه. وعلى فكره الخطوه دي علشان انا بحب المكرونه اصلا يكون الصوص بتاعها خفيف، وكمان تكون غرقانه بالصوص كده شويه، يعني ما بحبهاش تشرب الصوص كله. لكن لو انت بتحب ان المكرونه تكون شاربه الصوص كله كده وناشفه، فممكن ما تحتاجيش ميه تاني. وهنا بقى المكرونه كانت خلاص خلصت زي ما انتم شايفين كده، لسه فيها صوص، انا بحبها بالشكل ده. علشان كده بقول لكم المتابعه مهمه جدا اثناء التسويه، لان ممكن تحتاجي معاكي ميه، بس ما تزوديش ميه كتير من البدايه علشان المكرونه ما تطلعش معاكي معجنه. حاجه بقى مهمه جدا قوي خالص علشان المكرونه تطلع معاكي بجد ولا غلطه، والتسويه بتاعتها تطلع مظبوطه جدا، لان المكرونه دي ممكن تعجن معاكي كده في ثانيه، فاحسن حاجه انك ما تسيبيش المكرونه دي ابدا تستوي بشكل كامل، يعني تطفي عليها وهي مستويه بنسبه 95% بس، مش اكتر من كده. طيب ليه بقى؟ اولا كده علشان المكرونه دي احنا مش بنشطفها زي المكرونه المسلوقه، فبالتالي بتكمل التسويه بتاعتها بقى اثناء وانت بتغرفي او وانت بتاكلي، لان ما تنسيش كمان ان هي بتستوي في الميه بتاعتها، والميه بتاعتها كمان بيكون فيها نشا، فمهم جدا جدا انك ما تسيبهاش تستوي بشكل كامل. وحاجه برده مهمه جدا علشان ما ترجعيش تقولي المكرونه ليه عجنت او ليه باظت مني، ان المكرونه دي ما ينفعش ابدا ابدا تعمليها وتركنيها، المكرونه دي عايزه تتعمل وتتغرف وتتاكل على طول، لان زي ما قلت لكم المكرونه دي بيكون فيها نسبه نشا عاليه، فبالتالي هتعجن منك وكمان هتتقل ومش هيكون حلو ابدا. وبعدين هي اسمها مكرونه ال 10 دقائق علشان هي كلها على بعض ما بتاخدش ال 10 دقايق، وتاكليها على طول. وبس كده يا امارات، والفكره بتاعتنا البسيطه الحلوه قوي جدا بتاعت النهارده دي خلصت، اكيد هنحتاجها كتير في ايام البرد اللي احنا فيها دي. طبعا الاضافات التانيه دي حسب الرغبه، عايزه بقى تضيفي شاورما، لحمه متعصجه مثلا،
سوسيس، هوت دوج، اي حاجه يعني ينفع معاها اي اضافات تانية. اهم حاجه يعني ان هي في الاخر طلعت بجد بجد يعني ريحتها وطعمها كانوا حلوين جدا، قوامها والتسويه بتاعتها كانوا ممتازين جدا. اهم حاجه تعملي شويه التريكات اللي احنا قلنا عليها علشان ما تعجنش منك. وبس كده، وبكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. نتقابل على خير ان شاء الله فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه. بس لو سمحتوا ما تنسوش، لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه، ما تنسوش تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل ليكم كل جديد. ما تنسوش اللايك والشير، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله.